السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني في حلقة جديدة من تصليح جهاز لحام ترانس لحام إلكتروني. هذا الترانس اللحام الإلكتروني هذا تقريبا يمكن هذا أفضل جهاز، يعني ثلاث طبقات وقوته قوية كثير. يعني طبعا في أجهزة أصغر وأصغر وأصغر، المهم هذا بالذات يعني له ثلاث بوردات ونوعيته قوية يعني كويسة. كان فيه عطل انه ما عم يخرج كهرباء، بس هيك مشان تعرفوا هالعطل شلون مخفي كان. يعني هلا كبسنا الباور، كبسنا الباور، اشتغلت المروحة، عم تشوف اشتغلت المروحة، بس المروحة بطيئة لدرجة. ونجي هون هلا طلع القهوة متر، هون نجي على الخرج صفر، ما في خرج بالمرة. هون بعد الفحص تبين معنا، طبعا هون فحصنا هون على الخطين تبع المروحة ونفس خطين تبع الريلي، عم يطلع 15 فولت، عم يطلع 15 فولت. هلا 15 فولت، 15.7، المهم 15 فولت، والريلي بده 24 فولت. المسار انا رسمت المسار مشان اي واحد مثلا يشوف هل الترانس الحام مستقبلا، يعني جاله ترانس لحام مشان يعرف المسار تبعه، يعني هالبورد يعني على الاقل عنده كتالوج محمي، يعني محفوظ محتفظ به. يعني بيجي الكهرباء من المفتاح، طبعا هون هذا المفتاح هون اوف، طبعا خليه هلا مطفي باعتبار هلا بدنا نفحص. بيجي الكهرباء هون الخطين تبع، بعد ما يدخل الكابل الكهرباء هون، هذا الكابل، الكابل عم يجي هون، الكابل عم يجي على المفتاح، ومن المفتاح خطين جايين لهون، جايين خطين هون، هدول الخطين من المفتاح 220 فولت كهرباء نظامية. حطيت لكم اياه بالازرق، طلع شوفوا كهرباء نظامية وتيار متناوب وليس مستمر، متناوب. هلا هون نبدا من هون فرضا، بيجي على هون على ملف حماية كمان، وبيجي على NTC كمان حماية، بيجي وبعدين بلف على NTC ثانية، وبعدين NTC ثلاثة، يعني ثلاث NTCات، يعني ثلاث حمايات طبعا على التسلسل. يعني اي واحدة ينضرب يحمي الجهاز. اخر شيء بيصل لهون على الخط، هذا الخط وين يجي؟ هذا الكابل كواني هون عم يجي على الجكات هون. اول خط طبعا بيجي تيار متناوب، بيجي على الدارة الجسرية هون، والخط الثاني هذا هو بيجي على الجك هون كمان عم بيجي على الدارة الجسرية. يعني هلا متفرعين هالخطين بيجوا دارة جسرية، حاطين دارتين جسريات كتقوية، كقوة يعني شقد ما مثلا اذا دارة جسرية الوحدة او القنطرة يقولها الوحدة 50 امبير، اذا حطيت اثنين يعني بيصير اقوى، بيصير 100 امبير. بنجي هلا على المسار، بيتخرج من الدارة الجسرية احمر طلع وموجب، سالب سالب وموجب، اشرت لكم يا هذا الاسود السالب وهذا الاحمر الموجب. بيجي هون على مكثفات، المكثفات 400 فولت و 680 ميكرو فارات، هذول المكثفات عم تشوفون ما هيك، 450 فولت و 680 ميكرو فارات. هل الكهرباء هاد طبعا بتجي التيار مستمر، هون بيدخل متناوب هون بيتخرج مستمر، وين بيجي هذا طلع السالب بيجي لهون، وهون الموجب كمان طبعا هون على التفرع هيك، وبيجي هون الموجب، هون هالخطين الموجب وين عم يجوا؟ بيجوا على البورد، على البورد هون، على البورد هادول الخطين على البورد. من هالبورد بقى بيتحول، بيجي على منظم 24 فولت، بيتحول الجك تبعهم بيتحول هون، بيجي هذا ال24 بيتخرج بيجي لنا هون على هذا
على هالخطين، نفس الخطين تبع المروحة كمان. هذا بيتخرج هون، بيجي لهون، هذا هو بيجي الـ 24 فولت هون. شوفوا الـ 24 فولت بيجي لهون كمان، ونفسه على التفرع الخطين تبع المروحة، ونفسه بيجي لهون على الريلي. هاي الريلي أولى وهاي الريلي تانية، الريليات هدول اثنين على الـ 24 فولت وموصولين على التفرع، يعني على التوازي كمان، تفرع أو توازي موصولين على التفرع، يعني الريليات اثنينتهم مع بعض بيشتغلوا بنفس اللحظة. هون ايش سووا هدول هون؟ كل حطوا ملمس، الملمسين كل واحدون مع بعض لما يشتغلوا مشان ايش القوة. ونفس شلون هاي الدارة الجسرية بيصير 50 ب50 امبير، وهون 50 امبير يتحدوا مع بعض مشان يصير 100 امبير. هون كمان الملامس ملمسين، يعني بيصير اقوى، يعني هو طبعا بده قوة اقوى. هون بهالحالة لما بتشتغل الريلي بلحظة الهاي وين يصير؟ بيصير وصل بين هاد وهاد. هو في وصلة بين هون وهون، وصلة ما رسمت لكم اياها هون، هذا في وصلة هيك تحت. طبعا هذا الحديدة، يا ريت هيك تفرجيني هون، هاي الحديدة هاي في وصلة سلك تخين قوي عم يجي بين هاد وهاد موصولين. اني لما الريلي تشتغل بيوصل هون مع هون، بيطلع تيار متناوب طبيعي. اما اللحظة الاولى لما بيشتغل، شوفوا يعني انتبهوا على هالطريقة وهالتقنية اللي عاملينها، يعني بالفترة الاولى اول ما تشغل الكهرباء بيشتغل هون، طلع شوفوا هذا الكهرباء جباري عم يجي على الدرجة السية. اما هون عن طريق هون على السلك هذا الحديدة ما عم يجي، فاصل مفصول، يعني من هون لهون بيجي، بس اما شلون تتوصلوا هون ما في، الريليات مطفيات مفصول. هذا نجي لهون تغذيه بسيطه عن طريق هالانتسيات، بسيطه ضعيفه، يعني باين لحظه احتمال ينضرب كمان، يعني هذا نوع من الحمايه. يعني هذا بيشغلوها مؤقتا للريلي، بس مؤقتا تغذيه بسيطه بيجي لهون. طبعا الكهرباء بيجي لهون عن طريق هاي بيغذي الريلي، بس غذت الريلي استقر الوضع، اغلق الملامس، صار بقى كهرباء بكل امبيرات وكل قوة. يجوا شلون هلا المكثفات كمان هن عم يستفادوا من القوة الشدة، يعني شدة التيار. المكثفات ستة هن، 1 2 3 4 5 6 على التوازي موصولين مشان القوة، يعني الفولت ثابت بس الميكروفارات، يعني تقريبا هلا اذا 680 ميكروفارات ضرب 6 يعني بيطلع معنا تقريبا شيء 2000 ميكروفارات، يعني هلا تجي 2000 تقريبا 680، يعني على المهم بيصير قوه قويه كتير. طبعا بيطلع بهالحاله، بهيك حاله هذا شوف العطل، يعني هذا عطل يعتبر عطل خبيث. طبعا الكهرباء شخط، طبعا ما في احد انه واحد يقول والله انا معلم، ما في هذا معلم، صارنا 35 36 سنه ولسه عم يجونا شغلات نقول اول مره نشوف. هون لما شغلت طبعا تتحط احتمالات وتتحط ترسم مخطط حتى تتصل لنتيجه، يعني هون المروحه شوف لما بطيئه هي، لاحظوا شلون كشفناها، يعني شوف هلا هون خرج ما في، طلع لاحظوا كويس خرج ما في صفر، تصور هون طلع خرج ما في. هلا هون طرف المروحة لاحظوا كويس، هلا كم فولت؟ ايه مستمر. هلا هون كم فولت؟ شوية في عليها صبغة. هون 15 فولت، 15.7. هلا اذا فكينا المروحة، خلي الفولت هيك، خليها على الفولت، بس بدي افك المروحة لحظة بس هيك مشان يعرفوا. هلا الفولت هيك، شوف لحظة بدي افك، تصور هون كمان
شو انت بيمان بين مع بعض بينهم انت اعتدي هيك مره هيك قدام يلا انت والله حيرتني بس دقيقه هلا هون 15 شلنا المروحه صار 25 لاحظتوا بهيك حالك 25 فولت معناته المروحه عم تعمل قصر لدرجه شوف هلا بدون مروحه بدي اشغله واسمعوا صوت الريلي صار صوت لانه صار اجى 25 فولت يعني تقريبا راسا بيشغل الريلي هون هلا بقى هلا بدون مروحه طبعا شغلناها وما هلا تنفحص الخرج لاحظوا الخرج 39 فاصل ما طبعا هلا على السيري انا وصلتها هلا على الكهرباء العادية الكهرباء كمان عندنا ضعيفة الكهرباء ضعيفة اساس الكهرباء ضعيف بس هلا على المنظم بدنا نشغلها على المنظم بدنا نشغلها صوت الريليس سمعته هلا شوف هون شوف الخرج هاي 58 فاصل يعني 60 طبعا هو يعني بين ال 50 وال 60 تقريبا هذا طبعا هذا الخرج هذا هلا طلع نظامي يعني العطل طبعا العطل من المروحه طلع العطل من المروحه كان فيها قصر كاتم على الفولت حتى ادى الى انه ما كان يشتغل ما يخرج يعني طبعا هلا بعد ما وصل الريلي وصل يعني الحاكمه وتوصل مع البورد صار يخرج نظام يعني كقوه يعني بيطلع وبالمناسبه كمان كان في مكثف مضروب طبعا المكثف ما ياثر بهيك حاله بس بيضعف القوه يعني باعتبار على التوازي هني بدي اقول لكم شلون يعني فحص المكثف كمان على الاوم على الاوم يعني على الاوم هذو خاصه للمبتدئين مشان يعرفوا على الاوم شوفوا هون هلا اذا فحص هذا مكثف جديد شلون الفحص شلون الفحص بيأشر وبعدين بيروح وبيختفي الرقم يعني بيعبي هلا بالعكس كمان هيك ترجع وتعبي اما اذا مضروب ما بيأشر بالمره او بيأشر بيعطيك رقم معين ويبقى ثابت هاي طريقة كمان المكثفات يعني على السريع يعني طبعا في طريقة انه تفحص الكوان بالميكروفاراد بالافو في يعني بس هاي على الاوم اسرع طريقة طبعا هلا اذا قلبت على الميكرو تتشيل الجك من هون لتحرك الافو لانه هلا الجك ثابت ما يتحرك بقى هالطريقة قلنا اسهل طريقة نعملها لهيك الى ما تتنقل مشان تفحص الميكرو المكثف لذلك قلنا احسن ما نرجع ونعمل الطريقة ونحن باعتبار عم نشتغل الشغلات وهلا هاد بشكل عام العطل وان شاء الله رب العالمين يتقبل منا ويجعلها صدقة جارية ونحن قدر الامكان ايش في عطل نصور ونبعد مشان العالم يتعلم يعني قدر الامكان ولا تنسوا اعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.